اشيل المويه، كان المفروض نعمل لكم شاي، لكن الايام دي قاعد عزابي. يا اخو الله والله التلفيون يا اخي، انت المنقطه يا اخي. يا اخي انا عندي مره صغيره سغاله قاعده لي في البيت زي مرقب. لا انا مرتي مجامله، بعدين بخليها تطلع ازول الحزب الحريه والتجديد. ايوه يا اخوانا عايزين تقربونا في العريس مالكم. والله العظيم هسه انا خطيبتي دي لما تضرب لي بالتليفون قول لها قفلي انت اقفلي انت، في النهايه نتبي ونقفل مع بعض، لكن كان زوجتها والله لما بالشارع ده الا امرق لك معها. مسكين ما عارف حاجه، اخر البليله حصحص. والله متقفل معها باب الشارع، انت بتقفلها معاه زاده كده عندنا زي الكل. ايوه يا اخ دايره شنو يا اخ؟ جيب معاك قهوه. الغريب نفس الحاجه قالتها، خلاص كويس بنجيبها يا اخي. يا اخي معقوله يا اخي مره لا بتسهي بس قاعده في البيت، لا بتمرق لا بتمشي مجامل، قاعده عليك كده بس. انت مره بيقول باكيه وما طلقتها؟ طلقتها يا زهيتني طلقتها، قالت لي شهور العده بعدين في البيت قاعده. قمت رجعتها في شهور العده. لا حول ولا قوه، اسمع انا عندي لك فكره. فكرتك شنو؟ في ضيم زورني مره، انا يا في ضيم زورني مره، في ضيم زور. ليه يا في ضيم؟ ضرب الباب ده كده سوى لك شنو؟ بضربه بضربه بفجحه ذاته، وكان ما عاجبك ابكي عليك هذولا. عاجبني؟ الباب بابك والبيت بيتك ان شاء الله تكسره. وانت يا كراهي ليه سندي؟ اجيب لك مويه؟ ما داير هذول، ما داير، انا طفحان بين اخرين، ما داير. سامع، اوكي تقول داير ناديني. انا يا في ضيق. مالك راح وجعك؟ موجعني قلبي، قلبي ده الموجعني. سلامتك، سلامة قلبك. اجيب لك عصير؟ ما داير هذول العصير لا يحضر، ما داير اي حاجة انا. سامع، لو انت تقول داير ناديني اخ اخ راعي الله يا ذاك البلوله ويا زيومك دي شوره ليك؟ يا فدير عليك عليك عمرك فين؟ امي يا فدير ماتت؟ لا لا عيان 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 مبروك والله كفاره هذول كفاره زيوم مغر والله. خلاص اسمعي لازم تمشي مع رضيع كويس يلا قوم راح عشان نجهز. امشي وين هذول التي مره خلوله والله شنو امك عيانه مش تدعي حقن والله شنو يعني؟ يعني ما تمشي معي يا فدير؟ ها بمشي هذول وبعدين انت عارف بيتنا بعيد وانا بخاف بيتنا ده واسع وانا بقدر اصحى الصبح ما اشوفها. خلاص اسمعي انا بصور لك صوره وبرسلها لك تاخذيها في الوساده الخاليه اقطع وشك. شنو؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله امك دي طبعا عندها حق عليك وشالتك في بطونها 9 شهور فلازم انت تمشي مع رضيع. وانت يا فدان؟ انا خليني اعلن المقاس الجوايد مكفياني ذاته يا اخي. خلاص انا بشوف معاه النهارده كله وبالليل بجيك راجعه بيدي ما بخلي فاضي. يا زول علي الطلاق ما تجي راجعه انت مره مخلوله والله تمشي تقعدي مع امك دي والله قبل تبقى كويسه تشوفي كلام ثاني. والله فارغه خلاص زي ما انت داير يا فدير. هو علي يا امي مش خايفه زي ما تقول. هو علي انا ده من المغص ما دارت اختاني دي يا اخي. كلم وجيني والسالم الموضوع ده بينتهي بس خلاص تاني ما في حاجه. لا لا عادي لا تب فدير هاي خلاص انا جاهزه وماشيه. الملاحات سويتهم وحطيتهم هناك في الثلاجه. سامح هذا ولا سامح؟ كويس والهبهان والجنزبيل وال عارف هنا هذول عارف هنا ابوك مارك اقطع وشك هذول كويس والملايات المضاف تلقاهم في الدولاب. سامح يا اخي يا اخي عليك الله امشي قد هذا امشي لحق امك العيانه نمشي. كويس انت زعلان عشان انا ماشيه؟ لا لا ما زعلان كيف دي 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 مع الفرح انا فرحان لك عشان انت زول مجامله. خلاص خلاص انا وضعتك الله الله يبارك فيك ابقي مارقه يا زول. كويس ابقي مارقه يا اخي مره قاعده زي مره القبض في البيت ما بتفوت كله كله. يس انا حر انا حر الليله المره سافرت نضرب لي الجماعه دي اللي يجوا الليله دقت الباب دقت الباب يا هذول ما تمشي دمروا كمان في الباب والله كان بقت هيك انا جرايه ليش نو يا ولي في هنا هذول مالك ساري في هنا هذول يا البلا من ايه وكيف يا زول مالك من فعلك دي ما من فعلك فين يا اخي انا ما قايل المره دي جات راجعه ثاني يا اخي والمره فاتت فاتت الليله الليله يوم الحريه العالم هذول مرتين مشت هلع وما عيانه اضرب للبلوله اضرب للبلوله واضرب للجيري ذاته الجيري منو؟ ما بعرف والله كذا خش هذول اللي عجبه خش يا خش هذول يا سلام يا سلام بعد 10 سنه زواج اخيرا المره مرقت من البيت اجيك واحد ينوم بمزاج يا
يا اخي مرق عامله زي البلاق يا اخي. ليه زول فاتح بيت البلاق وشايل له امريكا ما بيتفك هناك. هاي خلينا الواحد ينوم برا في البيت ده. يا سلام يا اخي، اول مره بعد 10 سنه خدمه زواج الواحد ينوم برا. يا سلام يا اخي، حريه دي زيها ما في. تعالي يا يوم، خشي يا يوم تعالي. نام الراجل ده ولا شنو؟ في ضيف، في ضيف. حسبي الله ونعم الوكيل. جابك شنو؟ جا ابو نصب فضيل. كيف ان شاء الله طيبه؟ حبابه الله يبارك فيك يا اخ. كفاره اخي كفر الله سيادتك. قالوا ميته عيانه هي بيروت افضل. يا الله يبارك ان شاء الله حسن واجور يا اخ. تفضلوا. ضميري ده ما سمح لي اخليك براك. قلت اجيب امي ومريضه معي هنا في البيت. يا الله يحيي ضميرك. خش يلا تعال. تفضل انت تفضل انت. إذا كان الله خير تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الواحد ما يحلم بالحرية في البلد دي والله. شنو يعني